لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أهم ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية وحتى الأجنبية. نبدأ مع أهم العناوين بعد هذا الفاصل. في موقع الهيئة نت، استهداف نقطة مرابطة لميليشيا الحشد الشعبي بهجوم مسلح وإصابة أحد أفرادها شمال شرقي بعقوبة. في صحيفة المدى، التمور الإيرانية تستحوذ على السوق المحلي، لم يعد العراق ملك التمور. في موقع كتابات، الكشف عن خطط أمريكية لإدارة المناطق المتنازع عليها بالتعاون مع بغداد وأربيل. في موقع الجزيرة نت، دم فلسطيني غزير بيوم الأرض وبداية مسيرات العودة. في صحيفة العربي الجديد، 15 شهيداً و1416 جريحاً في مسيرات العودة بقطاع غزة وعباس، يعلن الحداد. في صحيفة القدس العربي، هنية مسيرة العودة صفعت ترام وصفقته، ولا عودة عن حق العودة. في صحيفة الحياة، الغزيون استخدموا القوة الناعمة وإسرائيل ردت بقتل 15 وجرح 1200. السلام عليكم. يعيد يوم 19 من آذار في كل عام ذكرى الغزو والاحتلال السافر الذي قادته أمريكا ضد بلاد الرافدين عام 2003 تحت مزاعم التهديد الخطير الذي يمثله هذا البلد على العالم، بعد أن ادعت أمريكا وبريطانيا زوراً وبهتاناً امتلاك بغداد أسلحة الدمار الشامل. فعندما يستذكر العراقيون العدوان الهمجي الذي أفضى إلى الاحتلال الغاشم لبلدهم، تتجدد أمامهم مشاهد الدمار الهائل الذي تعرضت له البنية التحتية، وطال جميع المجالات على امتداد مساحة العراق الجريح، حيث كان الغزو بداية لانطلاق المخطط الرامي إلى تدمير كل شيء في العراق. لقد تكشفت للعالم أجمع الأسباب الحقيقية التي تقف وراء شن الحرب العبثية التي قادتها الإدارة الأمريكية، بعد أن أثبتت السنوات التي تلت الاحتلال خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل المزعومة بحسب تقرير نشره موقع الهيئة نت. كشفت التقارير التي كانت تتابع الأحداث في العراق عن كثب النقابة عن تحريض العديد من مسؤولي شركات النفط الأمريكية الكبيرة، من بينها مجموعة هاليبرتون التي كان ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي آنذاك يتولى إدارتها حتى عام 2000، حيث أكدت تلك التقارير أن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون منحت الشركة في تشرين الأول عام 2003 عقدين، الأول ب7 مليارات دولار بحجة إعادة تأهيل البنى التحتية النفطية العراقية وتزويد الوزارة بالمنتجات النفطية المكررة، أما الثاني بقيمة 8 مليارات و600 مليون دولار لتقديم الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وأشارت التقارير إلى أن وثائق سرية حكومية بريطانية أكدت وجود علاقة قوية بين شركات ومؤسسات نفطية وعملية غزو العراق، موضحة أن خطط استغلال الاحتياطي النفطي العراقي تمت مناقشتها قبل عام من الغزو بين مسؤولين حكوميين وكبريات الشركات العالمية، من بينها شركات شيل وبي بي وبي جي. إن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الغزو والاحتلال الأنجلو أمريكي للعراق تعود إلى عوامل سياسية وثقافية واقتصادية واستراتيجية، إضافة إلى أسباب شخصية متعلقة بالفساد والمصالح الخاصة لكبار المسؤولين الأمريكيين، حيث خرجت تلك العوامل من مشكات انعدام الضمير وتحقيق السيطرة والنهب على حساب معاناة الشعوب المظلومة واستقرارها وأمنها بحسب التقرير. انتخابات العراق حملات قبل موعدها وغموض النتائج المرتقبة، هكذا جاء في عنوان لتقرير موقع الجزيرة نت. وبرغم أن الموعد الرسمي لانطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية في العراق لم يبدأ بعد،
فإن بغداد ومدنا أخرى بدأت تشهد حراكا سياسيا قويا استعدادا لبدء المنافسة بين الكتل السياسية بدءا من 10 أبريل نيسان المقبل. وقد شهدت الأسابيع الماضية إعلان تشكيل العديد من الكتل السياسية الجديدة، وهو ما اعتبر تفتتا للقوائم ذات الصبغة الطائفية التي شهدتها الدورات الانتخابية السابقة، لكن آخرين يرون أن الأمر مجرد تنقلات وتبادل أدوار، إذ سرعان ما ستعيد هذه الكتل ائتلافها ضمن سياقاتها السابقة بعد إعلان نتائج الانتخابات. رغم أن الساحة الشيعية شهدت في السنوات الماضية هيمنة قائمة التحالف الوطني التي تمثل الطيف السياسي الشيعي، فإن حجم الخلافات بين أقطابها السياسية دفعها هذه المرة للنزول في عدة قوائم. وفي مقدمة التشكيلات الجديدة يبرز ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، ودولة القانون بزعامة نور المالكي، والفتح الذي يمثل قيادات هيئة الحشد الشعبي، وتتباين أعداد الذين بدأوا بتسجيل وتحديث بطاقاتهم الانتخابية من محافظة لأخرى، فهي ترتفع في المحافظات الجنوبية نسبياً، فيما تقول تقارير أن أعدادهم في الموصل لا تتجاوز 6% حتى الآن. ويشهد الشارع العراقي دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات المقرر عقدها في 12 من مايو أيار المقبل بسبب ما اعتبر فشلا للطبقة السياسية في إدارة أزمات البلاد وارتفاع نسب الفقر والبطالة، إلا أن ذلك لم يمنع من تنظيم الكتل السياسية لصفوفها استعدادا لخوض المعركة الانتخابية عبر توزيع مساعدات على فئات شعبية فقيرة وتعبيد بعض الطرق ووعود بوظائف حكومية، وهو ما أثار موجة من الغضب والسخرية لدى الكثيرين. ولا تدبو إمكانية التنبؤ بعدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل المشاركة أمرا يسيرا وفقا للكثيرين بسبب تعقد المشهد وكثرة أعداد المرشحين التي تجاوز 7000 شخص في عموم البلاد. سارعت بعض الكتل الانتخابية إلى إطلاق نموذجاً عرفته بميثاق شرف انتخابي، لعل نقطة الارتكاز فيه ما تضمنته الفقرة الخامسة بحتمية التأكيد على المرشحين بالتصرف كرجال دولة. تحليل هذا النموذج في دعوة المرشحين للتصرف كرجال دولة يواجه الكثير من التحديات مقابل فرضيات طوباوية عن الفرص المتاحة لتحقيقه، لأن أصل المشكلة في عدم تصرف القوى السياسية المتصدية للسلطة أو تلك التي تسعى للوصول إليها من خلال صناديق الاقتراع، ما زالوا يتصرفون كشخصيات حزبية لها أجندات خاصة بها ليس لها حدود تعترف بالدستور أو تتفق على تعريف موحد لحقوق المواطنة وفق القانون الوضعي، أو حتى أن تكون لها علاقات مع الغير الإقليمي والدولي ليس تحت مظلة القانون العراقي بل تحت عناوين شتى، مرة تحت عنوان نصرة المذهب وأخرى تحت عنوان التحالف الاستراتيجي، بحسب الكاتب مازن صاحب في صحيفة الزمان العراقية. حين تسأل عن معنى الوطنية تأتيك العشرات من التعاريف بما لا يمكن لك أن تتنبأ به، وحين تسأل عن معنى التعامل مع دولة أجنبية في زمن الحرب تأتيك إجابات عن نماذج من التحالفات، فيما أي دولة تحترم حقوق مواطنيها تفرض على ساساتها وأحزابهم قواعد قانونية لتعريف الخيانة العظمى، الأمر الذي لم يتصدى له أي من خبراء القانون الدستوري ولم يطرح من قبل وسائل الإعلام العراقية مطلقاً ما بعد 2003، حتى بات العراق ساحة للجاسوسية بعناوين شتى وتحالفات من تحت الطاولة، فقتل المضي في مفاسد المحاصصة الملعونة من قبل الجميع والموافق عليها أيضاً من قبل الجميع. خلاصة القول أن هذا الميثاق قد أغفل عدة نقاط في الحديث عن السباق الانتخابي، لعل أبرزها الاتفاق على تعريف جامع مانع لتطبيق مفهوم المواطنة ومصلحة الوطن بوصفه وطناً للجميع في سلوك المرشحين، وعدم استخدام المال السياسي من قبل الأحزاب المتنفذة في مفاسد المحاصصة، وأن تكشف الكتل الانتخابية مصادر تمويل حملاتهم الإعلامية التي ربما تتجاوز 200 مليار دينار عراقي
على أقل تقدير. عدم ورود مثل هذه الفرضيات في التصدي لتحديات ميثاق شرف الانتخابات المقبلة يؤكد أن الديمقراطية في عراق الغد لم تنجب بعد رجال دولة، وأن أغلبية من يتصدى للسلطة ليس بأكثر من بيدق على رقعة شطرنج المصالح الإقليمية والدولية. مهما حاول البعض أن يبرئ المرجعيات الدينية من مسؤولية انتخاب هؤلاء الفاسدين، فإنما هو غبي أو جاهل أو طائفي للنخاع، لأنه يحاول أن يغطي ضوء الشمس بغربال. من منا ينسى تعطل الحوزة وإرسال طلابها إلى العشائر في الجنوب والفرات الأوسط لحثها على انتخاب أبناء، بل وصل الأمر إلى تحريم الزوج من زوجته في حال عدم انتخابه قوائم معينة، كما جاء في مقال للكاتب علي الكاش في موقع كتابات. يحاول السياسيون شراء ذمم الإعلاميين ممن يبيع شرفه المهني بأرخص الأثمان، فالسياسي يركض لاهثا وراء الإعلاميين قبل وأثناء الحملات الانتخابية، يحمل معه سلة من الوعود يوزعها عليهم، ويفتح جيبه بكرم حتمي لإقامة الولائم وتوزيع الهدايا والهبات لشراء ذممهم، متوكلاً على أقلامهم الهشة وألسنتهم الأجيرة لدعم ترشيحه. والإعلامي بدوره يركض وراء السياسي بعد الانتخابات عسى أن يترجم له وعوداً بمنصب أو مزايا مادية كانت أو معنوية. وغالباً ما يكتشف الإعلامي والناخب أن السياسي عبارة عن بياع كلام لا أكثر، وأن البشاشة واللباقة والضيافة والكرم هي وسائل مطلوبة في الصفحة الأولى من الانتخابات، وهي الدفاع عن النفس. ولكن بعد الانتخابات يتحول السياسي إلى صفحة الهجوم على الصحافة بكل أنواع الأسلحة من دعاوى واعتقال وتعذيب، ويصل الحال إلى التهديد بالقتل أو ممارسته فعلاً. وقد شهدنا الكثير من الاعتداءات الآثمة التي طالت رجال الصحافة والإعلام من قبل المسؤولين وحماياتهم الخاصة، وطردهم من باحات البرلمان بكل جلف وغطرسة. بل إن رئيس الحكومة السابق نور المالكي وصف إحدى أهم وسائل الإعلام بمكب النفايات. ويضيف الكاتب: كان موقف مراجع أهل السنة العزوف عن الانتخابات لأن مفوضية الانتخابات غير نزيهة، ولأن الوجوه سوف لا تتغير، وأن أهل السنة سيبقون مهمشين سواء شاركوا في الانتخابات من عدمه، وأن مطالب أهل السنة سوف لا تتحقق في ظل الحكم الشيعي المتطرف بحسب الكاتب. مسيرة العودة الكبرى إحياء للمناسبة 42 لذكرى يوم الأرض ونية استمرارها حتى ذكرى النكبة بعد شهر ونصف من بدئها، حقق سلفا واحدا من أهم أهدافها، وهو كشفها لمدى الإحساس بالهشاشة المستحكمة الملازمة للكيان الاحتلالي في فلسطين، ذلك بحكم طبيعته ككيان استعماري غاصب، رغما عن كونه المدجج بكل ما توصلت إليه آلة الموت الغربية فائقة التطور من تقنيات القهر ووسائل الموت الفاتكة، كما جاء في صحيفة الوطن العمانية. هم يدركون أن المسيرة هي لجماهير عزل، أي ليس بمقدورها إلحاق كثير أذى باحتلالهم أو بجنودهم المدججين بترساناتهم والمحصنين بأبراجهم وخلف أسوارهم الإلكترونية والمدخمين بشتى سبل القوة المتوفرة لهم، كما وعلى المدى القريب قد يكون باستطاعتهم احتواؤها، ولا من ما يمنعهم من الولوغ في دماء الفلسطينيين والاستفراد بهم في هذا الزمن العربي والكوني بالغ الرداء. والأنسب لإفلاتهم وحشيتهم حتى حدودها القصوى دون ما من خشية حتى من مجرد لائم في مثل هكذا زمن، لكنما مجرد وقوع هكذا صدام هو كفيل بإعادة الصراع إلى مربعه الأول، ومن شأن ارتداداته الزلزالية أن تفجر مكبوت غضب لدى أمة بأكملها، وأن يذكر العالم مكرها لأن هناك وطنا محتلا وشعبا لا يرضى عن العودة لوطنه بديلا. إن هذا هو السر في كل ما تبدى لهم من هلع وفق توصيفاتهم، والذي بات ضاربا أطنابه في مؤسستهم الأمنية قبل السياسية.
وبالتوازي مع ما تقدم، كانت الجهود والمحاولات الحثيثة لتصوير معاناة الغزيين كمشكلة كانت محض إنسانية، وهي مكيدة للقفز على قضية شعب وطنه محتل ويواجه حصاراً إبادياً لأكثر من عقد ونيف لإسقاط بندقيته المقاومة. ولهذا عقد الأمريكان وإسرائيلهم مؤتمراً لوزراء الخارجية ضم 19 دولة أجنبية من بينها عربية. تقول مصادر الاحتلال إنه تمخض عن لجنة ثلاثية مشكلة من الولايات المتحدة ومصر والكيان الصهيوني لبحث تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، بمعنى وفق تعبير للجنرال إيزنكوت ألا يصلوا للانهيار. الفلسطينيون أصحاب الأرض حاضرون دائما وأبدا، ففي الذكرى 42 ليوم الأرض هذا العام يشهد الوضع السياسي والقيادي الفلسطيني صراعا ذاتيا بين مكوناته، في وقت تلجم هذه المكونات صراعها المصيري مع جبهة أعدائها في تخل واضح عن برنامج الكفاح التحرري الذي جعله اتفاق أوسلو ذكرى ماض بعيد سقطت خلال تطبيقاته، وتحولت المكونات التنظيمية إلى سلطة لا تعتمد على ذاتها أو على شعبها، حتى صارت المصالح الشخصية والزبائنية الموجهة الأولى لحركة السلطة وحركيتها بعيداً عن مجريات القضية الوطنية والبرامج الكفاحية، بحسب مقال في صحيفة العربية الجديد. وحتى لا تستمر الرهانات المغالية في تفاؤلها إزاء التسوية، ينبغي نفض الأوهام ونقدها. كل أوهام التصورات والتهيؤات الحارمة عن حل أو حلول باتت وشيكة للمسألة الفلسطينية. هذه الحلول لا أفق لها ولا رصيد البتة حتى اللحظة، وهي بعيدة ولكن أقرب منها تلك المحاولات التي ينبغي أن تبقى دؤوبة لتهيئة أرض الصراع لكل الاحتمالات، حتى الديمغرافي منها في عقد أو عقود مقبلة. وقد تسببت معطيات حول أعداد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في إيجاد مخاوف إسرائيلية، بعد أن تبين أن الفلسطينيين يتجاوزون بأعدادهم أو يتساوون مع اليهود في المنطقة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، بعد أن نقلت ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية أن هناك 5 ملايين فلسطيني مسجلون في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون أن يشمل ذلك الفلسطينيين في القدس الشرقية. واعتبر أعضاء كنيسة من اليمين الإسرائيلي أن من الأخطاء الاعتماد على المعطيات الفلسطينية. ويضيف الكاتب أنه في ضوء المعطيات الديمغرافية لا يبدو أن إسرائيل ذاك الكيان الغاصب والاحتلالي ستبقى موقعاً مريحاً ليهود العالم، وهي تمضي من مسار انحداري إلى آخر، سماته الأساس مواجهة مزيد من التحديات الداخلية والخارجية الأكثر تعقيداً. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. قبل 85 مليون سنة ساد ديناصور ضخم من آكلة اللحوم منطقة باتاجونيا في الأرجنتين، حيث كان الأكثر شراسة ضمن مجموعة من الديناصورات هيمنت على أمريكا الجنوبية واستراليا لعشرات ملايين السنين، بحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت. وقدم العلماء وصفا للديناصور ويبلغ طوله نحو 9 أمتار بناء على حفريات عثر عليها في إقليم نيوكوين في الأرجنتين، ليضيف بذلك ديناصورا مهما إلى قائمة الديناصورات التي عاشت في باتاجونيا خلال العصر الطباشيري. وعثر العلماء على نحو نصف العمود الفقري للديناصور وجميع عظام أعلى الفخذين وبعض الضلوع وبعض عظام الحوض، ولم يعثروا على الجمجمة ولا على الأطراف أو الذيل.
الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى اللقاء.